كلمينا بقى، عايز اعرف دلوقتي ازاي بتقدري تتحكمي او تعملي كنترول ان انت كابتن الفرقه. كابتن الفرقه ده الموضوع صعب، لان هو لازم يبقى شخصيه قياديه ومحبوبه من اغلب عناصر الفريق. فازاي بتعرفي تعملي الاثنين مع بعض؟ بص، هو يعني اعتقادي ان كابتن الفرقه لازم يبقى في صف اللعيبه قدام الجهاز. يعني المفروض ان انا همزه الوسط زي ما بيقولوا بين اللعيبه وبين الجهاز الفني او بين الكوتش. فبيجي طبعا مشاكل كتير من الموضوع ده، ان في ناس كتير بتبقى عايزه اذن، اتاخر امتحان، مش جايه، فرح، دي كارثه بقى فرح دي. طب ايه، طب هصيف، طب اصل يومين، ده مش الحاجات دي كلها بتبقى يعني بتبقى عليكي، كل ده بيبقى عليكي انت طبعا. طبعا كابتن طبعا. طب بتعملي ايه، بتتصرفي ازاي بقى؟ بنتكلم معاه، وفي فترات بقى معينه يعني بنعرف نتكلم مع الكابتن فيها، وهو بصراحه بيبقى مرن جدا. بيبقى عارف ان في حاجات اجتماعيه ما ينفعش انها تفوت يعني. وفي اوقات ما بيبقى غصب عنه وغصب عننا، مش هنقدر نتصرف فيها.